Vous nous ramenez sans trophée. Ah bah oui, bien sûr. Et comment? مش كل كمان السيدة خديجة وأنت دي حاجة تاج تقول متوقع من تاجة جديدة فرنسي والسيد زيدان سواء أنت بدر طيب إن شاء الله نشوفه ما أنت باش حاجة كمان كده والله بالنسبة لي أنا. Merci de me donner la parole. Je voulais évidemment vous féliciter de l'initiative de l'extérieur de ce continent africain. On sait ce que représente l'espérance de Tunis. Depuis quelque temps, je suis à l'intérieur de la famille et je sens la ferveur autour de l'équipe. On a une lourde responsabilité, celle de continuer à gagner, celle de continuer à véhiculer des bonnes images. Et vous pouvez compter sur nous pour initier les joueurs, de leur rappeler constamment le devoir de représentation de l'espérance, et je vous félicite encore de cette initiative. Merci beaucoup. الناس كل الحاضرين ونحس اللي فريمون اليوم عائله واحده والناس الكل في القاعده هذه صافيين معناها مكشخين بور جو لو سون حتى من التصفيق. بالنسبه نشكركم على القاعده اللي عملتوها لنا والاحتفال هذايا والسيريموني اللي خلتوها لنا. ونحب نزيد نشكركم الناس ما يعرفوش اللي انتم زاد قمتوا بدور كبير ما عرفش سي ليبيزود مازال بيه الناس يعرفوه ولا ما يعرفوش يعني نحكي لهم شويه باش زاد نعطيكم حق. كنا نلعبوا ضد مازال بيه كخويي توجور سيتي اون كير ميدياتيك معاهم وجمعيه ما تعرفوا التاريخ اللي عندنا ما بيناتنا في الاعوام الاخيره خويي كو لو سيت هذا سي لو سيت اوفيسيال تاع اسبيرونس. الو وقت اللي ماشيين نلعبوا معاهم اخر مباراه دومي فينال الماتش اللي غادي كنا متخوفين معناها من الرياكسيون اللي تنجم تكون عندهم في الماتش اللي هذاك. فكان في السيت هذا معناها تنبيه رسمي على مستوى المعامله اذا كان باش يعاملوا الترجي بطريقه ما تكونش لايقه راه فما تكون رده فعل. والسيت هذا بيسكو ما نجموش ناخذوه ماهوش اوفيسيال معناها ما تنجمش فيه شكايه كانوا يجاوبوا هما سور لو سيت اوفيسيال نتاعهم هما على اللي تكتب عندهم وأثروا تأثير كبير لخيان ونشكرهم. أخذناهم بالذبح حرفيا يعني. هذا راهو كان تعملوا حاجة نذبحوكم فرشوا وتوا تو قلنا لهم الدنيا مصيبة راهو وكانوا يجاوبوا في اللي عندهم هما اوفيسيلمون في الكونفيرونس دو بريس يجاوبوا عليكم انتوما وأنا نتخيل معناها الحاجات الكبيرة اللي أثرت زادة في كون المباراة هذيك وكون الدومي فينال هذيك نجحت. الدور اللي قمتوا به من غير ما نذكر الادوار الاخرى موضوع كارل ماركس عندهم باي في مليار فوق ساعة بشوفك عامر عشان نستنى دور قيس هكا شوية على اسبيرونس تونس بوانيت مره اخرى كلمه على التكريم هذايا وفي السيريموني والجو اللي كنت حاضر فيه. والله يعطيكم الصحه سيريموني حلوه ياسر سيرتو كما قال ذاكر لما حلوه فيها مكشخين صافي قال لا واحد ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله يعطيكم انتم ديما ربي يوفقكم ربي يعافيكم يعطيك الصحه. بدرة ما تكون كان بدرة طيبة ام بتي جيست دلول باش نقول هنا الكلمة هذية من طرف الموقع هذية المعزب الشريفية وهيثم جويني والكيب متاع الهوندبول وسي عامر البحري وبرشا عبيد اخرين وبدرة الثالثة وماذا بينا تزيد تكمل البدرة هذية الرابعة والخامسة ومدى الحياة وهذية ندل على الشيف انه يدور عن الموقع هذية حارس برشا على فريق الترجي يشجع فيه واهم حاجة اللي ما راهوهاش في الاندية الكل رينيها لليوم وستانستيتويب ملقي اللي نو اوفيسيال دو ريسبيرونس ام ستانسيتيب انا يعني بيرسونيلمون ندخلو ديما اللي فيابل لافورماسيون تبدا ريسونت فيه دونك مالا نقولو له ان تري بون كوراج للسيتي هذايا وان شاء الله بدرا تتعاود على خاطر ان جوار يتعب عام كامل ما فيها باس كانوا نقولو له كلمه باهيه وجات الكلمه الباهيه اليوم و بون كونتينواسيون. راديو حريه فهم مرحبا بكم في السيريموني نتاعنا كان تعطيونا رايكم في الحدث هذا. والله الساعة قبل كل شيء يعطيكم الصحة
على الأورغانيزاسيون ويعطيكم الصحة لإستاد عيتونا. نحن كاشقين قبل كل شيء قبل ما نكونوا عالميين. برافو العائلة الترجية تلممت اللي مكاشق خمسة مكاشق أنا مكاشق الدار ومكاشق ماشي دار أنا مكاشق قبل ما نكون سي الإسبيرونس كي نورا مزاري يوني يعني هي عرفنا بعضنا عن تاريخ الإسبيرونس يعني مش بحاجة أخرى. On est fiers d'être espérantistes par là. Je vois l'aile à tout le monde, tous les sections, les anciens joueurs qui arrivent, c'est très bien. Je vais te dire que ma taille, je viens de dire que le calme, que le produit de l'espérance, c'était très touchant pour nous. Je vais te dire le niveau dans le malabé interne. Malgré tout, malgré tout, au moins, je pense que gratitude, surtout reconnaissance, les خدمات. كيف كيف زاد معز كيف كيف المنتهى وزاد كذا وتربية الحال جون جاك تيسي سي ان تري غران مسيو عجبني برشا وانا يعجبني مقبل وانت تعرف مال وين راهي فيه سي ان غران مسيو ان شاء الله نستحفظوا عليه مسيو دي سافر زاد كيف كيف نحسو سي ان كونيسور سي ان بيداغوغ سي ان يعني ايديوكاتور افون تو اون ا بيزوان يعني دو سو جون دو يعني دو des techniciens de ce valeur. L'espérance que la Brigelle nous mette comme ça à l'organisation, à attendre. Le hack c'est grandiose. Hamza, pour quel moment? Sinon, moi, je pense que. Inch'Allah, l'Aadé, toi, l'Aadé, Inch'Allah, Aada, Hamid, Sunna Hamid, plutôt. T'as-tu, Inch'Allah, Rabbi Hina Khir, Inch'Allah, l'Abjé, Inch'Allah, champion d'Afrique, Inch'Allah, Inch'Allah, Flou, Béma, Bala. انا اكثر حاجه عجبتني بالرسمي اللي احنا نقولوا تعاقب الاجيال وشفناه معناتها اليوم من تكريم للشاب هيثم جويني تكريم وممتوم معناتها العمر البحري او فوزي سبابتي اسطوره كره اليد في الترجي الرياضي التونسي هذين نحبوا نشوفوه في الجمعيات الكل نفس الكلام اللي كنت نحكي فيه قبيلي معناتها ماذا بينا حتى كيما نكرموا صغار نكرموا الكبار ومشكورين معناتها اسبيرونس معناتها الباج نتاعكم على الموقع نتاعك اسبيرونس دو تونس بوينيت اسبيرونس معناتها تونس بوانيت مشكورين برشا معناتها على البادره هذيا مانيفيستاسيون بصراحه ان شاء الله نشوفوها في جمعيات اخرين كما نشوفوها في الترجي هذا يعطيكم الصحه يعني ابار الخدمه اللي تخدموا فيها والبرودوي اللي تقدموا فيه بالنسبه لي انا يعطيكم الصحه انتم لاهين بتو لي سيكسيون اي تو لي كاتيجوري سي تري امبورطون خاطر نشوف السيت اوفيسيال براتيكمون تاع اسبيرونس اي لي ابسون نشوفوا لي فوروم الاخرين ولي باج الاخرين ولي سيت الاخرين براتيكمون فوتبول بالنسبه لي انا سي مون بروميير سيت ودايور تي تعرف جيتي لو بروميير فان اللي بديتو علاش خاطر جو متروف نتلوج لي ريزولتا تاع لي جون اون ا كونتريبيو ميم حتى دو فو دوني لي ريزولتا مش مزيه هذا يوجبنا تو لي اسبيرونتيس فرحانين اللي لقاو لي ريزولتا تاع الصغار تاع تو لي سيكسيون سبور انديفيديوال اي سبور كوليكتيف دونك برافو اي كونتيني دون سو شومان شاء الله بون كونتينياسيون اسكندر من موزايكا فام اش قولك في المبادره تاع سبيرونس نيس بونيت تكريم معز بن شريفيه وهيثم جويني ليكيب تاع الهوند والله ايش نقول لك معاه المبادره مش اول مره نسمع معاه ومش اول مره نحضروا لها بالنسبه للترجي الرياضي التونسي والسيت اسبيرونس تونيس بونيت المره هذه الحمد لله الحضور في يعني القدر الواحد ليفينمون والحدث كان موجود الحضور الجماهيري حضور زاد الصحفيين زاد اعطى نكهه اكبر ليفينمون هذا معز مش نحكي عليه انا يستحق السنه مع العام كامل توتونون دو 2013 يستحق انه يكون الافضل لاعب في الترجي الرياضي التونسي زاد هيثم جويني ان شاء الله علاش ليه العام الجاي يكون هو ولد الترجي ميدن بارك بي يعني يكون هو الموجود كاحسن لاعب في عام 2014 علاش ليه في الترجي الرياضي التونسي سينو المبادره طيبه برشا يعطيكم الصحه في الحقيقه ان شاء الله تتعمم في الفرق الكل مش حتى في الترجي الرياضي التونسي كهو ولا حتى السيتا كهو نتاع سبيرونس تونيس سنه نقاوة في الـ يعني الفرق والسيتا انترنت الكل موجودين في تونس دونك كيما قلت لك فرحانين برشا انه كنا موجودين معاكم وان شاء الله نحضر لكم العام الجاي في ايفينمون كي ان شاء الله. زين ومحب الترجي الرياضي التونسي شنو قولك في البادره هذيا تكريم معز بن شريفيه؟ والله بادره طيبه حلوه ياسر ما نكذبش عليك حاجه تفرح ياسر الحق. وحاجه تضم مره همش في الكيفات الاخرين. معروفة ديما ترجي هي أول حاجة أول حاجة في كل شيء في كل شيء هو ترجي هذا وربي فضلنا لبعضنا ترجي الرياضة سليم كان تعطينا رأيك في السيريموني هذه والله بدرة ممتازة نشوف دائما ترجي الرياضي التونسي لم ولاده الكل كل مجال رياضية من السيكسيون الكل فوت هوند فولي وكيف كيف الباسكيت اللي مع شوف كسب كبير للرياضة التونسية اللي عودة الباسكيت لفرع الترجي الرياضي التونسي ما عادش نقطة واحدة يمكن نعيبها على البادرة هذه انه اختيار احسن لاعب كرة القدم في حين كنت نحب يكون احسن رياضي بالاسبيرونس مش احسن لاعب كرة القدم خاطر برشا من اللاعبين هون بال يستحقوا باش يكونوا هما
احسن رياضي في الاسبيرونس. ما نذكر اتوقع شخصيا كنت واقع كامل اللي علموني باش نفوز باحسن رياضي في الاسبيرونس السنه. هاتيك صح سليم، ان شاء الله نخمو فيه في الموسم القادم. بيك مراد شمطوري مع سبيرونس ليسبونيت، قولك في المبادره اللي عملتها سيت سبيرونس ليسبونيت تكريم معز وشي الفاي هيثم جويني والليكيب تاع الهوند؟ والله مرحبا بكم، مرحبا وجبوزو ميرسي على الانفيتاسيون تاعكم. جبوزو ميرسي على الانفيتاسيون تاعكم. بدره طيبه على فرنسا فوتبول كما قلنا نحن اليوم ديجا واحد البالون دور غادي وانا معز هوني. ان شاء الله ديما اخويا نواصلوا من وين هذايا، ان شاء الله كل عام هذايا تولي معناتها دون لي ميرس تاعنا، ان شاء الله هذايا يحث الجوريات الاخرين يزيدوا يخدموا على رواحهم ويزيدوا يعطيوا للجمعيه، وان شاء الله اخويا نحسن الى احسن، وان شاء الله موقع اسبيرونس تونيس بوان نت ديما في العلالي وديما يورينا المبادرات الجديده هذوما اخويا. ميرسي عايشك. مرحبا بك على موقع اسبيرونس تونيس بوان نت، شرفنا بحضورك في السيريموني نتاعنا الحق. يعيش بارك الله فيك ويعطيكم الصحه في المبادره هذيا خارق العاده. انا سي لا بروميير فوا كو جاسيست وشفت كيما نقولوها الهيستوريك نتاع عمناول ونتاع عمناول. برافو فيليستاسيون بون كونتينيسيون وكاو، ان شاء الله ترجي في العلالي باقي وكاو، ان شاء الله ديما متوجين توت لي سيكسيون، ان شاء الله 2014 سا سرا اون اني اكسيبسيونيل. توعدنا باش تكون بحذانا 2014 بور توت لي سيكسيون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بفضل الله. يعطيك الصحة. مرحبا بك في اسبيرونس تونيس بونيت، اش قولك في المبادره اللي عملها سيت تكريم معز بن شرفاي وهيثم جويني والكيب تاع الهوند؟ هي المبادرة هذه ماهيش الأولانية من نوعها، معناها يظهر لي تو هذه النسخة الثالثة، يظهر لي حاجة تعود عليها برشا جمهور الترجي الرياضي التونسي، حاجة تشجع برشا الملاعبية باش يقدموا ما أحسن حاجة ممتازة وقت اللي الملاعبية هي تختار أنهم الأفضل بالنسبة للمردود العام للملاعبية على امتداد سنة كاملة برشا، باش يكون كما كان يحكي معز ولا كان يحكي هيثم ولا التتويج نتاع فريق كامل كما فرع كرة اليد بالترجي الرياضي التونسي، يظهر لي حاجة تقعد بالنسبه للاعبيه تقعد في الـ في الـ في الميموار نتاعهم، واكيد ان شاء الله تتعامل بالبادره هذه. متابعتك البطوله الوطنيه معز بن شرفاي يستحق ميور جوار في الاسبيرونس؟ هو معز بن شرفاي حاليا هذا ما ينكر حتى واحد هو احسن حارس في تونس، مع الحارس الاولاني نتاع المنتخب الوطني التونسي، اذا كان هو الحارس الاولاني نتاع المنتخب ما نجم يكون كان الحارس الاولاني نتاع الترجي الرياضي بالمردود بالعطاء نتاعو، حتى واحد ما عمل عليه مزايا لانه معز خدم وطلع مش بسهل كما حكى جون جاك تيزي، انه حارس في عمر 20 سنه 21 سنه يحمي مرمى الترجي الرياضي التونسي. انا نذكر بوفون مره في تصريح قال الكارديان كل ما يكبر الكاجو راه يصغر، يظهر لي معز بن شرفاي كل ما يصغر الكاج يصغر، وراه معز حتى واحد كما ذكرت ما عمل عليه مزيه باش يكون الحارس الاولاني في تونس، ان شاء الله يكمل هكايا وفيه مصلحه للترجي وللمنتخب الوطني التونسي. ميرسي عايش. مرحبا بك على موقع سبيرونس تونس بوانيت، يعطيك الصحة. تعطينا رايك في السيريموني؟ والله يعطيكم الصحة، اليوم بالرسمي وانا شفنا جماهير الترجي التونسي ولاد الترجي التونسي اللي قاعدين يقدموا في الاضافه، قاعدين يعطيوا في مجهودات كبيره للفريق نتاعهم، شرف كبير للترجي التونسي، شرف كبير لكم انتم، يعطيكم الصحه زياده، تبارك الله تعديت على احسن ما يرام. نشكركم كذلك، نشكر كل اللي قام بالمجهودات الكبيره، ممكن في ظرف وجيز ولكن احسنتم الاختيار على ملاعبيه هيثم جويني، لاعب ممتاز وممتاز للغايه اللي قاعد يقدم في اداء ممتاز يعني في الموسم الفارط، بالرغم ممكن سنة فما عندي عليه بعض الاحترازات، ولكن يبقى هيثم جويني ابن الترجي الرياضي التونسي ويلزمنا نساندوه. معز بن شريفيه كذلك حارس مرمى باش يعني يثبت البصمه نتاعو على غرار الجيبسي في الترجي التونسي جون جاك تيزي، اليوم نشوفه معز بن شريفيه، ان شاء الله نتمنوا له التوفيق وان شاء الله معز يواصل على هذا المنوال، وان شاء الله بالتوفيق لكل يعني ابناء الترجي التونسي. يعطيك الصحه. عبد الستار من ترجي سي بي اس، مرحبا بك على اسبيرونس ليس بونيت. بك. شنو رايك في المبادره نتاع سيت تكريم معز بن شريفيه والكيب هوند وهيثم جويني؟ والله يعطيكم الصحه، معناها سي سي بان باسي، سي لا ثوازيام فوا نحضر فيها هذايا، كل عام قاعدين نتحسنوا في حاجات، معناها الاولانيه الترجي ومن بعد يوسف، هذايا معناها سي ترافاي دو برو تنجم تقول. برافو اي بون كونتينياسيون. انت تبع في الاسبيرونس معز بن شريفيه يستحق احسن لاعب في الترجي؟ بدون شك بدون شك، معز تو سيزون هذايا. مرحبا. مرحبا بك على اسبيرونس تونيس بونيت، شرفتونا بحضورك. سي انتم اللي شرفتونا بالاستدعاء تاعكم وجينا وماشي مزيان.
سيكسيون باسكيت باش يعدون كيفاش سيكسيون باسكيت باش تعدون ندوكم باش نحاولوا نرجعوا الاسبيرانس لبلاصتها بالماريس اللي عندنا ورانا قاعدين نغزروا ونحافوا نحبوا نرجعوا نعملوا حتى اشطر اللي عملوه اللي قبلنا كلمة على السيريموني كلمة على السيريموني بدرة طيبة منكم ومفاجأة لينا نحن كسيكسيون باسكيت كديريكسيون تكنيك الكل وبارك الله فيكم على اللفتة هذه بون كونتينياسيون ميرسي نركانو مرحبا بك على اسبيرونس دو تونس بوانيت عايشك اعطينا فوتر افي على الانيشيتيف نتاع سيت اسبيرونس دو تونس بوانيت والله سيت اون تري بون انيشيتيف لا محل على ولات اون تراديسيون كاريمون السنه ظهرت لي بيان سور بانو لورير لي بلوز ابروبريي كيما نقولوا دونك عدت خارق العاده معناها لي تروفي الكل تعطاو اللي يسحقوهم Et c'est une cérémonie très sympathique. Je suis pour net les Sadatni, elle a pensé à moi, ce sont des vieux amis qui me polo. Inch'Allah, à la prochaine, Inch'Allah. Quel mot c'est Mounir à la Mouaz Ben Chifaye, tatouage au Kahsan Léab Oui, Mouaz, bon, tatouage aussi. C'était très logique, Ben Espérien, il le mérite amplement. Ce qui est un peu comme Adi, c'est un goal, un keeper qui me dit qu'il est né en 1993, vraiment, il est né en 1993, 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 Et je suis persuadé, M. Jaffi, il reviendra au top, Inch'Allah, Kadem Avdel Kim. Haytham Jouini est le meilleur jeune joueur de l'espérance. Haytham Jouini est le meilleur jeune. Bon, la vérité, je ne sais pas, il peut être le meilleur joueur de l'espérance. Puisque Kam est le buteur de l'espérance. Bon, comme je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, ماذا بين البطولات تفرج فيهم يعاود يخرجهم باسكو لي طون كوميم بور ان جوور سي فري ما خداش برشا فرص في السنة مي كوميم مش هو ما خداش فرص هو يدوا سيمبوزي لي ستان فيت فماش في الاسبيرونس من لي كادو سيز دون با بقى بون او ديبي سي فري عطا حاجات باهية وليتي معناها تري بروموتور تو الوقت الحاضر بون فا اتوندر وكا وحنا نقولوا ربي معاه هذاك هو ميرسي بوكو دكتور يعيشك مرحبا بك يا امي على الاسبيرانس دو تونس بونيت الموقع نتاعنا اش قولك في البدايه هذه حسن والله بدر خارق العاده مش مستنسين بها يدور لي الاسبيرانس معناتها فريق كبير ويعرف معناتها بدر باهي ملخص هاي